لما اكون اخوتي سلام ربي يصوب قلوبكم. القديس كمان بحبه كتير، القديس فيليبو نيري، من القديسين كمان اللي غاليين على قلبي، واللي انا منزل عده فيديوهات عنهم، منهم زيارته الى احدى الاديرة، بيعته البابا حتى يشوف اذا عم يشتغلوا الرهبات مزبوط، وقصص تانية. اليوم بدي اقول، بس بما انه هو عيده ب 26 ايار وهالشهر كتير غالي على قلبي، 26 ايار عيد ميلاد، او عفوا عيد انتقال القديس وميلاده السماوي فيليبو نيري الى السماء. ولد ب 22 تموز 1515، انتقل على السماء ب 26 ايار 1595، تم اعلان قداسته 1622، وتعتبر كمان قداسه سريعه. بدي اقول انه الكثير من البابوات حبوه، كان عنده اصدقاء كثير مع عده بابوات، منها اثنين كانوا كثير علاقتهم قويه فيه، لدرجه احدى البابوات كان عطول يقول له انه بده يعملوا اسقف، بده يعملوا كاردينال، فكان فيليبو نيري يقول له عطول انه انا بفضل الفردوس. هو كان هو شعاره انه قديس السماء، كتير بيحب الفردوس، كتير بيحكي عن السماء، كتير كان مع الفقراء، مع اولاد الشوارع، مع بيوت الدعارة اللي سكرها، العهرات اللي خليها انه التوب، المجرمين اللي توبهم، شغله وعمله كان يحبه انه يكون بالشارع، مش هيك كان يقول لهم لكل اللي يجوا لعنده يلتجوا تيعترفوا تيقدسوا اهمية الفردوس واهمية الى انتقالنا على السماء، وطننا هو السماء. حتى كان يعلم الأطفال على طول على طول أنه يصلوا للفردوس حتى ننتقل ونكون بالفردوس. طبعا عاش عمر منيح مديد، ونشكر الله على هالقديس اللي عاش ومشي على الأرض هالقد. كان معاون مرسل من البابا بعدة مرات بروما، لعدة رسائل يعملها. هو اللي مثل ما قلنا شدد على موضوع السماء، الجنة، الفردوس، وكيف الإنسان بده يكون يعيش على الأرض حتى ينتقل على السماء. من الأحداث المهمة اللي بدي أقولها أنا، أنه لما رفض كتير هو أنه يكون كاردينال، إجا مرة البابا عم يزوره وجايب له معه اللي بيحطوها على راسهم، بتشوفوها الكرادلة، بس مثل بعيد أيام زمان هيك تجي بشكل برنيطة كبيرة، وعم يلبسوا إياها للقديس فيليبو نيري، شالها وقال له أنا ممنونك قداستك، بس أنا بفضل ضل هم مع الفقراء، لأنه هالأمر بده يلهيه حتى جربوا يعينوه أنه يكون هو الكاردينال والمرسل على الهند، وسلموه رهبنة، سلموه الكنيسة هنيك، كمان كان يرفض بتواضع وعايش بهالتواضع. أحد الأباء رفقاته سألوا ليش عبعاني أنا والإخوة الرهبان والعالم من صعوبة تفسير الإنجيل، ما عم نقدر نفسره مزبوط، العالم كتير بس تقرأ ما عم بتقدر تفسره مزبوط، ليش أقولك يا خي فيليبو؟ قال له لأنه الإنجيل كتير بسيط، واللي كتبوه ناس بسطاء. شو بيعني بهالكلمة هاي إذا بناخدها بعمقها؟ بيعني إذا ما كنت متواضع مش رح تفهم الإنجيل، إذا ما غزت بحياة الروحية وبالتعرف على الرب يسوع شو هو، وبحياة القديسين وبالصلاة تواضع تواضع انسحاق انسحاق، مش هتقدر تفسر او تفهم الانجيل عطول. رح يكون بالنسبة لك ممكن رموز، ممكن اسطورات، ما هتقدر توصل لعمق الكلمة السهلة الرائعة والصعبة. شفتوا كيف بدك تكون بسيطة تفهم كيف سهل وصعبة بذات الوقت، كيف هالانسان موجود، كيف هالشخصية موجودة، كيف ينام بلعوا الحوت، كيف موسى شق البحر، كيف نوح طلع بالسفينة، كيف أخنوخ صعد حي، كيف مريم صعد حي، كل هالأمور هاي بتلاقوها سهلة لما تتواضعوا وبتفهموا سؤال قلبكم. بالنهاية بدي أقول أخوتي، الأبونا فيليبو نيري انتقل على السماء مثل ما قلنا 1595 ب 26 أيار ميلاده السماوي بوطنه الحقيقي. زعلوا كتير الأخوة وخصوصي الأتباع اللي هن بيحبوه، وهنو عم يبكوا رهبان، راهبات، كهنة، ناس بتحبه، الحارة كلها، الشوارع كلها، حده بقلب بيته وحوالين إقامته والكنيسة عم يبكوا، وهالصغار عم يطلعوا يزوروا يبكوا. على فكرة بيوم موته كان تعبان كتير وكان صار متقدم بالعمر،
وكان تعبان، ضل اخر ساعه بحياته عم يعرف وعم يصلي وقدس لهم وراح يرتاح، حس حاله انه تعبان وعرف انه بده ينتقل. بكل هالبكا هيدا وكل الناس اللي مجمعه بيعلنوا وفاته، مات فيليبو نيري، مات فيليبو نيري، مات فيليبو نيري، مات في عبيبكو. بتطلع هونيك بنت صغيره عم تبوس ايده عم تحكي انه رح نشتاق لك وانت متت. بيلتفت عليها وبيبتسم بيقول لها انا مني ميت، انا بالفردوس، نسيت شو علمتكم، انا بالسما مبسوط، انا بالسما. وبيبتسم بتركض البنت لعند كل الجماعات اللي موجوده بتصير تصرخ وبتبرم بيناتهم، بتصير تقول فيليبو نيري احب الفردوس، بعده عايش، احب الفردوس، بالفردوس، صار بالفردوس. تبرم 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 لدرجة كل العالم اللي هونيك بيرقدوا بصيروا يمجدوا الله وبيقولوا تعال على الفردوس، احب الفردوس، عم يبتسم، احب الفردوس، ما مات، احب الفردوس، بالفردوس عم نخلق جديد. كتير اثرت هالامر هيدا، استشهد فيه كتير بابوات، من اهمهم واللي كان بحبه كتير بحبه كتير لفيليبو نيري وبفترة من الفترات حكى عنه هو عم يشوف العالم، بابا يوحنا بولس الثاني. كان يقولون هيك كان يعمل فيليبو نيري، كان كتير مهضوم، كان كتير يضل مبتسم، يحب الناس اللي بتبتسم، يقول للكهنة ما تكونوا عابسين، انه للناس بابتسامة بفرح، لما تكونوا مع اطفال حكوا انتوا اياهم تهاضموا، عيشوا عيشوا معهم، عيشوا طفولتهم، هول الاطفال خليهم يحبوكم. فيليبو نيري قديسنا الحبيب انا كتير بحبك، انت كاهن الفردوس، ذكرني بصلاتك من فوق لحتى اقدر اقوم برسالتي مثل ما يجب انه اقوم فيها. شكرا لك ولكل شفاعتك فيه. امين.